أهلا بحضراتكم. طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة على مدار 10 سنين اللي فاتت، طفرة مشروعات كبيرة عملت طفرة في تحقيق المعادلة الإيجابية، وقدرنا من خلالها إن احنا نزود معدلات التصدير اللي هي الحل أعتقد في الفترة القادمة. ده حقيقة منا، يمكن الطفرة دي ما جاتش من فراغ، الطفرة دي حصل قبلها شغل لسنوات كبيرة جدا على الأرض من تعزيز بنية أساسية بتمهد الطريق للاستثمار في ملف الصناعة تحديدا. الطفرة دي عززت من دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري، وزودت كمان يعني فرص العمل، لأنها وفرت آلاف من فرص العمل أو عشرات الآلاف من فرص العمل، سواء كان فرص عمل مباشرة أو فرص عمل غير مباشرة. كيف كان ملف الصناعة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وكيف أصبح بعد ثورة 30 يونيو؟ يمكن هو ده السؤال والعنوان الأبرز اللي هنحاول احنا نجاوب عليه في وقتنا المتبقي من صباح الخير يا مصر، مع ضيفنا العزيز المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. منور، أهلا وسهلا بحضرتك. 9 سنوات على ثورة 30 يونيو، 9 سنوات من الإنجازات في مجال الصناعة. كان الوضع يعني مش أنا اللي هقول إزاي كان الوضع وكيف أصبح الوضع، لكن نقدر نقول إن ما يعني لا يخفى على أحد كمية المناطق الصناعية اللي بيتم افتتاحها، كمية توطين الصناعة اللي بتحصل في الفترة الأخيرة. خلينا نتكلم ماذا حدث في ملف الصناعة لمدة 9 سنوات. مبدئيا مع بداية الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان فيه تطور قوي جدا بخصوص ملف الصناعة، وكان في اصلاح اقتصادي بشكل عام على مستوى مصر. فالقياده السياسيه والدوله المصريه اول حاجه عملتها ان هي حسنت شبكه الطرق، حسنت المواني وخاصه المواني الجافه، قدرت ان هي تبني 22 منطقه صناعيه في كافه محافظات مصر. بدات مبادره مشاريع الصغيره المتوسطه بدعم 200 مليار جنيه للشباب، ودي كان اهم العوائق امام الصناعه المصريه، ان الصناعه المصريه كانت معتمده على الكيانات الضخمه. فبدا في توجه من القياده السياسيه ومن الدوله ان ازاي ان احنا ندعم الشباب وندعم الكيانات الصغيره بحيث ان هي تكبر في يوم من الايام. فكان في دعم قوي جدا، وخاصه الدعم المادي والفني للمشاريع الصغيره والمتوسطه SME. فبدايه يعني الصناعه قبل 30 يونيو كانت حوالي، احنا كنا بنصدر بحوالي 23 مليار دولار، احنا حاليا بنصدر في حدود 31 او 32 مليار دولار، دي صادرات غير بترولية. في خطة مستهدفة من القيادة السياسية ان احنا ازاي نوصل ل 100 مليار دولار خلال الاعوام القادمة، وده نتيجة التوسع في المناطق الصناعية، نتيجة التوسع في تحسين الخدمات اللوجستية بشكل كبير جدا. فاحنا يعني شايفين ان في تطوير جامد جدا حصل في قطاع الصناعة، لكن عندنا بعض التحديات الموجودة في القطاع وخاصة المشاريع الصغيرة المتوسطة. لكن بشكل عام مصر حاليا مهيئه ان هي تكون مركز صناعي او مركز مالي ولوجستي، اللي هي تربط ما بين افريقيا وما بين اوروبا الفتره القادمه، بالاضافه ان احنا عندنا بعض البلدان العربيه اللي محتاجه اعاده اعمار على سبيل المثال زي ليبيا وسوريا واليمن. فبعض البلدان لما تبدا اعاده اعمار هتكون محتاجه بعض المنتجات وخاصه مواد البناء. حاليا مصر يعني قدرت بشكل كبير جدا من خلال بناء المدن الجديدة زي العالمين والعاصمة الإدارية والجلالة، بدأت الشركات المصرية اكتسبت خبرات قوية جدا، وده أهلها لما حصل في انفتاح اقتصادي في دول الخليج. حاليا دول الخليج هي اللي بتطلب الشركات المصرية بما ليها من خبرات متراكمة لبناء المدن الذكية وبناء شبكات الطرق. فاحنا شايفين ان صناعة مواد البناء وصناعة البرمجيات والتكنولوجيا هي هتبقى اكتر صناعات اللي هيكون عليها الضوء او مركزين عليها الفتره الجايه ان شاء الله. نعم، ويمكن صناعه التكنولوجيا تحديدا يمكن هو الحل السحري والسريع، لان هو احنا بنتكلم على لغه المستقبل، بنتكلم على متطلبات وحاجه ماسه للتكنولوجيا تحديدا في الدول الناميه، واحنا بنتكلم على سواء كان مصر او الدوله الاكبر الام افريقيا، فاعتقد هيكون ليها مجال كبير. يمكن تابعنا منذ أيام افتتاح محطة أو ميناء تحيا مصر، وده يعني جدير بالذكر، وحضرتك بتتكلم على فكرة البنية الأساسية والتحتية اللي تم تهيئتها علشان خاطر تكون يعني بمثابة عنصر قوي تمتلكه مصر من أجل التصدير للخارج. وهنا احنا بنتكلم على تقليل الفاتورة الاستيرادية والفاتورة الدولارية، فازاي ده ساهم بشكل كبير جدا؟ لان انا بحب دايما في حديث حضرتك بتتكلم بلغه الارقام.
ازاي قدرنا ان احنا نخفض الفاتوره الدولاريه خلال العشر سنوات الماضيه؟ احنا عندنا عجز في الميزان التجاري حاليا 48 مليار دولار. عجز الميزان التجاري وصل في فتره من الفترات لفوق 46 مليار دولار. خلينا اقول لك ان العجز الميزان التجاري ايه اللي بيجي منين اصلا عشان اوضح الموضوع. احنا بنستورد بارقام تقريبيه، بنستورد بحوالي 70 مليار وبنصدر بحوالي 30 مليار. نعم. فبنبقى عندنا عجز في الميزان التجاري اللي هو الفرق ما بين الصادرات وما بين الواردات بما يعادل 40 مليار دولار. فانت كل ما بتصنع وكل ما بتشجع الصناعه وكل ما بتشجع التصدير فانت بتخفض الميزان التجاري. لما بتخفض الميزان التجاري ده بينعكس على سعر العمله. صحيح. يعني كل ما بيبقى فيه عجز في الميزان التجاري بيكون فيه ضغط على العمله، بيكون فيه تحويك لسعر العمله، فالمواطن العادي بيتاثر بشكل قوي جدا. لان خلينا اوضح لك النقطه دي، مصر حصل لها 2 تضخم، تضخم عالمي جاي بسبب حرب روسيا واوكرانيا من الخارج، وفي تضخم بسبب انخفاض سعر العمله. فالتضخم اللي بسبب سعر العمله ده المواطن العادي بيشعر بيه بسهوله جدا. فانت لما بتقلل عجز الميزان التجاري وبتزود الصادرات بتاعتك فالمواطن بيبدا يحس بفرق سعر العمله. حصل طفره في الصادرات يمكن زادت بنسبه 85% بعيدا عن الصادرات البتروليه. فاعتقد يعني لما وصلنا لنسبه 85% اعتقد ده رقم ما كانش موجود قبل كده. احنا زودنا الصادرات فعلا من 24 مليار دولار لحوالي 31 مليار دولار. لكن في تطلع من قبل الحكومه والقياده السياسيه ل 100 مليار دولار. ليه عايزين 100 مليار دولار؟ 100 مليار دولار عشان يعني اول حاجه يكون عندك اكتفاء ذاتي من الصناعه الداخليه، ثاني حاجه يكون عندك اسواق جديده وخاصه في افريقيا، وده التركيز في الفتره المقبله. وبدات فعلا مكاتب التمثيل التجاري مع السفارات المصريه بدأ تشجيع بعض رجال الاعمال وبعض المصنعين في مصر ان هو يتوجهوا للسوق الافريقي. لان خلينا اقول لك برضه ان السوق الافريقي فيه عدد من المخاطر، فالدوله هي بتحاول تحمي الصناعه المصريه وبتحاول تحمي المصنعين المصريين للتواجد داخل السوق الافريقي. نعم. طيب باشمهندس، عاوزين بقى نخفف لغه الحوار علشان خاطر يعني المشاهد اللي بيسمعنا النهارده في القناه الاولى يقدر اللي هو يستوعب اللي حصل من طفره حقيقيه في قطاع الصناعة تحديدا. خلينا نتكلم على مبادرة زي المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة والنهوض بالصناعة المصرية، مبادرة إبدأ. حضرتك كعضو في لجنة رجال الأعمال تحديدا شايف المبادرة دي إزاي وأهميتها في توطين الصناعة في مصر؟ احنا شايفين ان هي مبادره ايجابيه جدا. اول حاجه ان هي بتخلق جو استثمار قوي جدا، بتقضي على اهم مشاكل اللي بتقابلنا هي البيروقراطيه داخل الصناعه المصريه. بتقدر تحل كافه المشاكل عن طريق الرخصه الذهبيه او عن طريق التسويات الموجوده في المبادره. المبادره بتقدر توفر لك قطع الاراضي باسعار مميزه جدا، بتقدر تخلص لك اجراءات التراخيص في وقت قليل، بتقدر تساعدك في التمويل، والتمويل ده من يعني من اهم العقبات او من اهم التحديات امام اي مستثمر او اي مصنع. فمبادره ابدا دي مبادره قوميه من قبل الحكومه ان هي ازاي اول حاجه تشجع الشركات الصغيره المتوسطه ان هي تبقى شركات كبيره، ازاي ان هي تحفز الشركات زياده الاستثمارات والدمج مع شركات اخرى. لان حاليا خلينا اقول لك ان التوجه العام هو الاندماج. صحيح. في الظروف الاقتصاديه الحاليه موجوده على مستوى العالم بدا يبقى في اندماج من الشركات الصغيره ما بينها وبين بعض عشان تخلق كيانات اكبر شويه، كيانات كبيره تقدر اللي هي تواجه التحديات التضخم وغيره من التحديات. بالظبط كده. فاحنا شايفين ان مبادره ابدا دي بدايه قويه جدا لتهيئه المناخ. يعني احنا خلينا اقول لك ان الصناعه المصريه هي من اهم التحديات اللي بتقابلها هي تهيئه المناخ العام للاستثمار. تهيئه المناخ العام للاستثمار، انت عندك المواد الخام، عندك المواني، سهوله دخول البضائع من المواني المصريه، عندك سهوله تحويل الاموال داخل وخارج مصر، عندك بالاضافه للعماله. احنا حاليا دلوقتي بنشاهد ان في تحسين في العماله المصريه او المهارات المصريه، لان بعض الكيانات الاقتصاديه الكبيره بدات تعمل اكاديميات داخل المصانع اللي عندها، بدات تدرب الشباب، بدات تدرب المؤهلات المتوسطه. فموضوع التعليم الفني وموضوع العماله ده من المواضيع الشائكه جدا دايما. الجامعات التكنولوجيه حلت ده؟ يعني ليكوا كمصنعين شايف ان الجامعات التكنولوجيه ليها دور في فكره اللي هو يبقى عندك عماله مدربه فنيه بتلبي احتياجات سوق العمل فعلا؟ هي احنا بنتكلم بصراحه واحنا في حاله حوار وطني، فيعني عاوزين نقول بصراحه 10 سنين ايه اللي حصل فيه؟ هي ساهمت بس مش بالشكل اللي حضرتك تقدر تقول عليه ان هو انجاز. يعني هي طبعا ساهمت وحركه الميه اللي كده زي ما بنقول. صحيح. بس لا احنا محتاجين يكون فيه
اكاديميات هي مسؤوله عن موضوع ملف التعليم الفني. بالاضافه كمان حاجه، ان التعليم الفني محتاجين نغير ثقافه الناس، ان التعليم الفني مش حاجه متدنيه، مش حاجه قليله، مش كل الناس بتروح للتعليم اللي هو الثانوي اللي هو العام اللي هو الكليات اللي هي العاديه. التعليم الفني في معظم الدول الصناعيه دي حاجه مهمه جدا. بالاضافه كمان حاجه، ان احنا بنحاول ان احنا نركز اكتر شويه على التكنولوجيا. صحيح. بدات الدوله، بس انا عايز بس اطمن حضرتك بمناسبه الاكاديميه، لان في مشروع قانون محال من مجلس الوزراء في الحوار الوطني بتكلفات من الرئيس بفكره اعلان او انشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، التعليم الفني والتدريب. اعتقد ده هيحل المشكله اللي حضرتك بتقول عليها. اكيد طبعا، لانه هيساهم في انشاء عدد كتير جدا من الاكاديميات. لان خليني اقول لك ان مبادره الاكاديميات الفنيه دي بتبقى شخصيه او اندفيدوال من الشركات نفسها. يعني بتبقى بعض الشركات الضخمه في مصر المصنعه بتحاول ان هي تعمل اكاديميه عشان تدرب الشباب، وفي نفس الوقت تقدر تستحوذ او تقدر تاهلهم لسوق العمل بشكل افضل. فدي لما تبقى حاجه حكوميه او حاجه على مستوى الدوله وفقا لخطه الدوله، دي طبعا بتساعد ان القطاع الخاص يستثمر فيها، زي المدارس الانترناشونال، زي الجامعات الخاصه. فممكن تلاقي بعض المستثمرين بيستثمروا في القطاع التعليم الفني. صحيح. فبالنسبه للبرمجيات والذكاء الاصطناعي، احنا شهدنا اول كليه في كفر الشيخ تم افتتاحها من اكثر من 4 سنين للذكاء الاصطناعي. في عندنا توجه قوي جدا من قبل الدوله لصناعه البرمجيات والذكاء الاصطناعي وصناعه التكنولوجيا، ولسبب بسيط جدا، لان الدوله مع بدايه الاصلاح الاقتصادي في 2016 بدأت تروح المدن الجيل الرابع، بدأت تروح للسمارت سيتي، المدن الذكية. فالدولة بتحاول ان هي تخلق جيل مختلف عن الجيل اللي قبل كده، يكون عنده فكر يعني استثماره اكتر شوية. بتحاول الدولة تدي امل للشباب ان بلاش الوظيفة الحكومية، خلينا نروح ل طب ما نرجع من البداية، لان احنا وصلنا من النهاية للبداية. فكرة من الاول ان بدل ما كان كل مصنع بعطر في مكان وكل واحد بيروح مكان، واللي عشان نوصل للمصنع مش عارفين نوصل له، او لو وجد ما كانش عنده اي بنيه تحتيه، احنا فكره انشاء المدن الصناعيه ومش في مكان واحد، لا بقت موجوده في كل المحافظات او في الاغلب الاعم. المدن الصناعيه دي اتمدلها مرافق، اتعملها كل ده، ما كانش اول خطوه تتعمل عشان نقدر نوصل لمرحله الجامعات التكنولوجيه والاستثمار والشركات اللي بتستثمر في الطلاب وتدربهم؟ بس ده فعلا اتعمل، يعني الدوله. ايوه انا بتكلم، ما هو ده اتعمل في العشر سنين. اتعمل في العشر سنين في فعلا 22 منطقه صناعيه. وليه الدوله عملت 22 منطقه صناعيه، او ايه الهدف منها؟ كانت عندنا مشكله في الاراضي، ندره الاراضي الصناعيه، وكانت في المصانع بتبقى في المناطق السكنيه، فكان بشكل عائق قوي جدا امام اللوجستيات وامام الخدمات اللي ممكن تقدمها المصانع. صحيح. بالاضافه ان كان في سوق موازي للصناعه، فالدولة حبت ان هي تنقل المصانع من المناطق السكنية لمناطق مجمعات صناعية عشان يبقى فيه خدمات دفاع مدني، امن وسلامة، يكون فيه خدمات تراخيص، يكون فيه خدمات لوجستيات للتصدير، يكون فيه خدمات للبنوك بشكل اكبر. فالدولة توجهت للمناطق الصناعية عشان تحل مشكلة ندرة الاراضي الصناعية، وتاني حاجة عشان تقدر تطلع المصانع الموجودة في الكتل السكنية لمناطق صناعية مؤهلة. بالإضافة أن الدولة ساهمت بشكل كبير جدا أن هي تأهل البنية التحتية للمناطق الصناعية، من ناحية الكهرباء، من ناحية الغاز، من ناحية شبكات المية، ومن ناحية الطرق. في بعض الأماكن على سبيل المثال مثلا زي شقة تعبان مثلا بيحصل فيه تطور قوي جدا. صحيح. زي روبيكي مثلا، الدولة حاليا دلوقتي بتبني أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة وفي كفر الدوار على سبيل المثال. فالفكرة كلها أن خلينا أقولك أن مفيش تركيز قوي على الإنجازات اللي حصلت في موضوع الصناعة، لا، في طفرة قوية جدا حصلت في الصناعة بشكل كبير. وعلينا أن احنا دايما نشجع الشباب أو الناس لسه بادئة ان ازاي يبدا يعمل مشاريع صغيره متوسطه تندمج مع مشاريع كبيره. بس حضرتك كنت لسه بتقول كان في ندره في الاراضي الصناعيه، كنا محتاجين خريطه للاراضي الصناعيه بحيث انها تقدر تقول للمستثمر الاجنبي، بدل ما يقعد هو يدور ويشوف ويعمل، تبقى متاحه وموجوده على ويب سايت، يقدر هو يتداول ويختار ويعمل، مع بقى وجود نظام الشباك الواحد، مع يعني مجموعه من الاجراءات لو اتعملت مع بعض، او بالفعل هي اتعملت وماشيين في خطوات تطبيقها بشكل اكثر يعني سرعه، اعتقد انها ممكن تفرق معنا في الفتره القادمه. هي دي فعلا وزاره الاستثمار من حوالي 4 سنين عملت خريطه الاستثمار، وعملوا خريطه بالتعاون مع وزاره الصناعه لخريطه الاراضي الصناعيه. نعم. وخاصه المنطقه اللوجستيه في قناه السويس. ودي يعني في عدد كبير جدا من الكيانات الاقتصاديه العالميه والدول
الصناعية خدت أراضي في منطقة قناة السويس، وحاليا بادئ تطوير فيها بالإضافة لمنطقة شرق بورسعيد، بالإضافة للجزء الخاص بالعالمين والمنطقة الصناعية بالعالمين. فأنا عايز أأكد لك على المعلومة دي، إن فعلا هي البنية التحتية اللي عملتها الدولة والمدن الصناعية دي شكلت طفره قويه جدا وحفزت الشباب المصري والمستثمر الاجنبي. واحنا بنركز اكتر شويه على الصناعه الوطنيه، وبنركز شويه ان احنا نخلق رجال اعمال او مصنعين مصريين، ونتحول من فكره ان احنا بنستورد لنصنع. صحيح. خلق رجال اعمال مصريين، وفكره ان يكون توطين صناعه مصريه بايادي مصريه مع نقل الخبرات او النو هاو زي ما بنقول، وتوطينه داخل مصر. وفكرة سؤال هام جدا بيردد للأسف في الأونة الأخيرة، لزومه إيه المجتمعات العمرانية الجديدة؟ ما كنا عملنا مصنع أحسن. أعتقد ده سؤال غاية في الأهمية اللي احنا نجاوب على هذا السؤال، لكن أستاذن حضرتك باشمهندس أحمد الزايد بعد الفاصل، نطلع فاصل دلوقتي ونرجع نجاوب على الثلاث أسئلة دي، لأن أنا شايف اللي هم غاية في الأهمية، ويمكن الإجابة عليهم هيفكوا يعني ألغاز كتيرة موجودة عند المواطن أو السادة المشاهدين. دلوقتي مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية حوارنا مع الباشمهندس أحمد الزايد، عضو لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال المصرية. لسه مستمرين مشاهدينا مع ضيفنا الكريم المهندس احمد الزايد، عضو لجنه الصناعه بجمعيه رجال الاعمال، وعاوزين نعرف من حضرتك يعني اجابه سؤال غايه في الاهميه بيردد كثيرا في الاونه الاخيره بعد تحديدا الازمه العالميه من تضخم والحرب الروسيه الاوكرانيه. ليه الدوله مهتم يعني في اهتمام كبير بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على غرار المجتمعات الخاصة بمدن الجيل الرابع، وأهملت إنشاء مصانع؟ هكذا يقال ويردد. طيب. إجابة حضرتك. مبدئيا الموضوع ده مش صح. الدولة لما بتيجي تنشئ مناطق سكنية جديدة أو مدن جديدة بتنشئ جنبها على طول مناطق صناعية. على سبيل المثال مثلا في الجلالة أو العالمين أو أسيوط الجديدة أو المنيا الجديدة أو كل أو حتى المنصورة الجديدة، كل المدن الجديدة بالكامل الدولة بتخصص آلاف الأفدنة من أو ملايين الأمتار من المناطق الصناعية، المجمعات الصناعية. بالظبط كده. يعني الهدف من الدولة ليه بتبني مدن جديدة؟ الدولة بتبني مدن جديدة لأن خلينا أقول لك إن كان في إهمال قوي جدا للمدن القديمة اللي موجودة في مصر، فإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل كبير موضوع مكلف جدا. تخطيط ليها كان في نوع من العشوائيه بشكل قوي جدا. صحيح. فالدوله بتحاول ان هي اعاده بناء مصر الجديده او مصر الحديثه. خلينا اقول لك ان من ايام محمد علي والتطوير وانشاء مصر الحديثه ما حصلش تطوير بنفس الضخم اللي حصل فيه مصر حاليا. فانت بتتكلم في اعاده تاهيل بلد كامله ما حصلش ليها تطوير قوي من 200 سنه. فالطبيعي ان انت الدوله حاليا ماشيه في اتجاه ان هي بتبني مدن جديده وفقا للتصميمات العالميه والتكنولوجيا والجيل الرابع، بالاضافه ان هي بتطور المدن القديمه، وفي نفس الوقت الدوله ما تقدرش تبني مصانع داخل المدن القديمه، لكن الدوله تقدر تبني مصانع بجانب المدن الجديده. اقول لك مثال بسيط على سبيل المثال، لو انا عملت منطقه صناعيه ضخمه جدا وفي الجبل او في الصحراء او في توشكا مثلا، دي توشكا اهملت 20 سنه، انا عملت صناعه الزراعه، خلينا نقول عليها صناعه لان الزراعه فعلا بقت صناعه حاليا. صحيح. لكن ما كانش في مجمعات سكنيه، ما كانش في مدن في توشكا، فالطبيعي ان كان الاشخاص العاديين صعب ان هو يروح توشكا ويعيش فيها، وما فيش مدينه يقدر يعيش فيها. ما كانش في مدارس، ما كانش في جامعات، فانا كعامل هروح اعيش هناك ازاي وولادي هربيهم ازاي؟ بالظبط. فحاليا على سبيل المثال مثلا في العالمين الجديده دي مدينه كامله بتتبني لكل المستويات وكل فئات الشعب المصري، بيتبني مع مدينه العالمين، بيتبني في المنطقه الاقتصاديه، وحاليا بداوا فيها وشغالين فيها بشكل قوي جدا، مصانع الخاصه ببرج العرب واسكندريه بتقدر. فكره الكتل الخرسانيه اللي بتشتغل شهرين في السنه ما بقتش موجوده، كل حاجه بتتبني دلوقتي بيتم استخدامها، وبيتم يعني لو استخدمنا اللغه الدارجه التخديم عليها. صح. انها هتكون متاح فيها المدارس، وهتكون فيها متاح الجامعات، وهيكون فيها متاح اماكن الشغل، وهيكون فيها متاح اماكن الاسترخاء والترفيه. مظبوط. لان خلينا ارجع اقول لك مثلا على سبيل المثال العاصمه الاداريه الجديده، انت عندك مدينه بدر
اداره المدينه التوبيكي بتاع الجلود، اداره المنطقه الصناعيه في بدو، اداره ان انت تخلق مجتمعات صناعيه قويه جدا موجوده هناك، بالاضافه للمنطقه الصناعيه في العين السخنه. بدات في على سبيل المثال الاستثمارات الصينيه بدات تتضاعف بشكل كبير جدا في العين السخنه، وانشاء مناطق صناعيه خاصه. بدا يكون في توجه من بعض الدول الاجنبيه للاستثمار داخل المنطقه اللوجستيه في قناه السويس. فالدوله لما بتيجي تبني مدن جديده هي بتبني مدن الناس العادي، انا بشوف ايه؟ بشوف مباني سكنيه لكن ما بشوفش المصانع. صحيح. المصانع اللي تم انجازه في مصر، انت قدرت تخلق يعني بنيه تحتيه، وقدرت تخلق انفراستراكشر بشكل قوي جدا، لان مصر تكون بلد صناعيه. لكن خلينا اقول لك برضه المعلومه دي، احنا ما نقدرش نبقى بلد صناعيه في كل حاجه. صحيح. ما نقدرش نعمل اكتفاء ذاتي في كل المجالات، ومفيش دوله في العالم بلد صناعيه في كل المجالات، هي بالزبط. بتتخصص في مجال او اتنين فقط. بالظبط. وده التركيز اكتر شويه، كان التركيز ان مصر لقت ان احنا بنستورد ملابس بارقام ضخمه جدا، فكان في توجه من الدوله، طب ليه احنا ما منعتش يعني اعاده تشغيل المصانع اللي كانت موجوده من الستينات، زي كف الدوار وزي غزل المحله، لما لقينا ان في طفره قويه جدا في البتروكيماويات، بدات الدوله تتوجه لصناعه البتروكيماويات بشكل قوي جدا، وخاصه في العين السخنه، وعملت استثمار بمئات المليارات. المواطن العادي هو مش شايف ده، هو مش حاسس ده، هو شايف الاتفاقيه الاخيره بين مصر والامارات والاردن والبحرين، يمكن في مجال الامن الغذائي لتحقيق التكامل الغذائي، اعتقد برضو ده الهدف منها، ان احنا نحل كتير من المشكلات ونوطن برضو الصناعات الغذائيه. كلام حضرتك مظبوط، لان الدوله حاليا موضوع المواد الغذائيه، مصر عندها خبرات قويه جدا وعندها مصانع قويه جدا للصناعات الغذائيه، ومش عايز اقول لك ان ايام الكورونا مصر قدرت تبقى رقم واحد مثلا في بعض المنتجات تصدير لاوروبا، زي الموالح على سبيل المثال، كانت اسبانيا بتحتل رقم واحد على مستوى العالم، مصر قدرت تاخد رقم واحد من اسبانيا في صحيح. تصدير الموالح المصريه. ففي تشجيع من الدوله، لان الدوله مستهدفه ان هي تبني يكون في حوالي 1.5 مليون فدان، المليون ونص فدان معظم الانتاج بتاعهم هيكون من القمح وهيكون من الموالح، هيكون من القمح عشان نعمل اكتفاء ذاتي ونقلل فاتوره الاستيراد عشان نخف الضغط على الدولار بشكل كبير، وفي نفس الوقت الموالح عشان دي الموالح المصريه مع الطوبه المصريه بيكون يعني عامل جذب قوي جدا من الاسواق الخارجيه، فبنقدر نصدرها بالدولار، فدي بتساهم في جذب الدولار بشكل كبير. في حاجات مكمله الحاجات، يعني زي ما كنا بنقول حاجات لها علاقه بالامن الغذائي، اصدار اكثر من 1020 مواصفه مصريه، فكره الستاندردز، وصنع طبقا للمواصفات المصريه، ان احنا ده بنعمل اعاده للصوره الذهنيه للكواليتي اللي احنا بنقدمه، ده بيخدم على اللي احنا كنا بنقوله. دي فعلا، لان خلينا اقول لك ان في مراكز ابحاث قوميه وحكوميه بدات تشتغل على اعاده الثقه للمنتج المصري. خلينا اقول لك ان كانت فتره من الفترات كان في استسهال داخل السوق، وكان في استسهال ان احنا نستورد وان احنا ما نصنعش بشكل كبير. فحاليا دلوقتي صنع في مصر، ده شعار الدوله بتتبناه، ان هي بتحاول تحسن الكفاءه. على سبيل المثال، لما حضرتك بتيجي تشتري منتج الماني او منتج ميد ان جيرمان او اسبان، بتلاقي فيه مصداقيه، او انت بتبقى مطمنه انه وفقا للمواصفات الفنيه. وخلينا اقول لك، احنا مش هنقدر نعمل الجزء ده لما يكون عندك مناطق صناعيه تحت يعني جديده وتحت الميكروسكوب. يعني انا لو انا عندي مصانع داخل عشوائيات، انا مش عارف اسيطر عليها، مش عارف اشوف الكواليتي بتاعتها، مش هقدر احدد المصانع دي شغاله بكفاءه ولا مش بكفاءه. لكن لما تكون كلها في مجمعات صناعيه، انا بقدر اراقبها بشكل اكبر. باشمهندس احمد، يمكن المتابع لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء المؤتمر الوطني الشباب، المؤتمر التاسع اللي كان موجود في برج العرب، كان هناك مصارحه وكان هناك مكاشفه، ويمكن الرئيس تحدث وقالها صراحه ردا على الاتهامات بان هناك تعديل في سعر الصرف او تحريك في سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار، بان الرئيس قال لن يحدث ذلك طالما سوف ينعكس سلبا على المواطن المصري. انتوا كمصنعين بتشتغلوا ازاي؟ وفي نفس الوقت الرئيس تحدث عن قائمه بتضم 150 تقريبا مشروع او يعني من السلع الاستهلاكيه اللي بيتم استيرادها من الخارج. والرئيس قال احنا عندنا قائمه واهلا بكل رجال الصناعه اللي عاوزين يشتغلوا في هذه السلع، وهنوفر ليهم كل الدعم وكل الامكانيات اللي موجوده. ويمكن تحدث كمان عن فكره اعفاء لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه من الشباب اللي عرضوا امام الرئيس، يمكن تحدث عن اعفاء ضريبي لمده 5 سنوات. شايف كل دي تسهيلات
بتيسر لكم شغلكم تحديدا كرجال صناعه، وايه التحديات اللي بتواجهكم؟ طيب هجاوب، هو اكتر من سؤال. انا عارف ان ما هو الشيطان بيكمن في التفاصيل، فانا عشان كده اديته سؤال كبير وحضرتك فسره. لا هجاوب على سؤال سؤال. اول سؤال بخصوص موضوع سعر الصرف، طبعا في سعر الصرف في الفتره الحاليه هو ارتفع من 15.70 لحوالي 31. فخلينا اقول لك ان في ضغط شويه على العمله بسبب ان انت عندك يعني فاتورة استيرادية عالية، عندك عجز في الميزان التجاري، فالدولة دايما بتحاول تراعي مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل صحيح. كبير جدا. فطبعا للأسف احنا معظم المنتجات عندنا بتتسعر بقيمة الدولار، فكان في تضخم وصل لحوالي 35% بشكل عام، ده التضخم السنوي. يعني الأسعار زادت بشكل كبير، فده شكل عبء على القدرة الشرائية للمواطن المصري. يعني المواطن اللي كان متوسط دخله 4000 جنيه بقى القوة الشرائية بتاعته انخفضت بنسبة حوالي 40% أو 50%. فلو حصل فيه تحويك لسعر العملة المواطن هيعاني بشكل أكبر، تكاليف المعيشة هتكون عالية جدا. ردا بس على الجزئية دي عشان نبقى قفلنا بند بند، ده مقابله حاولة الدولة اللي هي ترفع الحد الأدنى للأجور يمكن في عام واحد مرتين. بالظبط. نعم. ما هي الدولة وبتحاول من خلال حياة كريمة، من خلال بعض المبادرات، إن هي تهتم بال الطبقة اللي هي نقول عليها اللي هي الفقيرة، لكن خلينا أقول لك إن الطبقة المتوسطة هي من أكثر الطبقات اللي هي تأثرت بشكل كبير جدا. صحيح. والطبقة المتوسطة ده الهيكل المجتمعي للدولة المصرية، ما ينفعش يعني ده ثوابت قومية. فخليني يعني أشير بس النقطة إن تحويك سعر العملة يعني اعتقد ان الفتره اللي جايه يعني وفقا لكلام رئيس مش هيكون في تحويك لسعر العمله بشكل كبير بيأثر على حياه المصريين. لكن احنا دايما كاقتصاد او في رجال اعمال داخل السوق احنا بنراعي البعد التضخم العالمي، بنراعي ان ممكن يكون في تحرك للاسعار العالميه. صحيح. في تضخم عالمي بشكل كبير بيأثر علينا، فاحنا من اهم المشاكل واهم التحديات اللي بتقابلنا هي تسعير المنتجات اللي احنا بنبيعها داخل السوق المصري. لان للاسف معظم المنتجات اللي حتى بنصنعها في مصر بيكون فيها مكون دولاري او بيكون فيها مواد خام او بعض من او يعني الحاجات اللي هي الاوليه في التصنيع دي لازم نستوردها بالدولار من الخارج. لكن احنا شايفين ان الرئيس كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا ازاي نوفر منتجات بشكل كبير جدا احنا بنستوردها ونصنعها داخل السوق المصري. الدولة بتحاول تحفز الشباب عن طريق حاجتين. اول حاجة عن طريق ان هي توسعات كمية، ان هو يضخ فلوس، ان هو يديله تمويل اللي هي 5% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وال 5% دي فايدة متدنية جدا. انت بتتكلم مستويات الفايدة حاليا دلوقتي 18% 19%، فانت بتاخد فايدة 5% تقدر تشتغل يعني بشكل افضل، بأريحية شوية. بالظبط. وبالاضافة للسياسات اللي هي غير مالية، زي ان هي بيدعمك فنيا، بيحاول يديلك دراسات جدوى. الرخصة الذهبية اللي اعطاها الرئيس في يعني هيئة الاستثمار حاليا لو انت رحت لها بتقول لك ايه المشاريع الموجودة عندي، ايه هي دراسات الجدوى الموجودة مجانية، ازاي اقدر اعرفك على ازاي تسوق المنتج بتاعك، ازاي ممكن افتح لك اسواق جديدة. فهي الفكرة كلها اللي احنا شايفينه ان احنا لازم يكون في امل. لازم نحفز الشباب وخاصة الجيل الجديد ان في تحديات وفي عوائق قوية، لكن الموضوع مش كارثي، بالعكس. صحيح. مصر سوق قوي جدا، لان انت بتتكلم في قوة شرائية 100 مليون مواطن داخل، انت اكبر قوة شرائية في السوق المصري. هو سوق كبير يا باشمهندس، وسوق مفتوح، وسوق يسع الجميع ومليء بالافكار تحديدا. ويمكن انا يعني تعمدت ان يكون اخر سؤالنا في هذه الفقره هو السؤال اللي انا سالته لحضرتك، لان حضرتك يمكن وده ضايقني شويه ان في الفاصل قلت لي ان الصوره الذهنيه لرجال الاعمال المصريين هي صوره ذهنيه خاطئه الفهم. فانا حبيت اسال السؤال ده علشان حضرتك تجاوب على يعني ما يقوم به رجال الاعمال المصريين، لان ما فيش حد يقدر ينكر ابدا ان في الدوله رجال اعمال مصريين وطنيين بيقفوا في ظهر الدوله، وفي وقت الشده ووقت الازمات دايما بنلاقيهم في الصفوف الاولى، زي ما شفنا جيش مصر الابيض، لا في ايضا جيش اخر من رجال الاعمال اللي هو حضراتكم اللي بتكونوا موجودين دايما وقت الصعاب ووقت المحن، ودايما بتتكاتفوا مع الدوله. ففي الحقيقه يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وايضا بنشكرك على ما تقوموا به رجال أعمال مصريين للدولة ويلبي خدمة المواطن المصري تحديدا. كل الشكر والتقدير للبشمهندس أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال. شكرا لوجودك معنا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لوجود حضرتك معنا.